نعم، هيئة مكافحة الفساد تحدثت بإسهاب عن علاقات دولية وما وصفته بمؤامرة على مستوى عالي لغسل أموال صندوق السيادي المعروف باسم 1MDB. وهذه المكالمة واحدة كما تقول هيئة مكافحة الفساد المالية، واحدة من عناصر كثيرة جدا تؤكد وتثبت على تورط مسؤولين في حكومة الإمارات العربية المتحدة والحكومة السعودية ونافذين في الدولتين ومشاركتهما بشكل كبير جدا، إما في عمليات الفساد أو في التغطية على عمليات الفساد التي أجريت في العقد الماضي والتي تكلفت في الحكومة الماليزية نحو 13 مليار دولار. الجديد في هذا الموضوع هو أنها لأول مرة الحكومة الماليزية والسلطات الماليزية تفصح عن مكالمات رفيعة المستوى واتصالات رفيعة المستوى بين قيادين في الدولتين في الإمارات العربية المتحدة وفي ماليزيا على مستوى القيادة، على مستوى رئيس الوزراء وولي عهد أبو ظبي، يتحدثان فيها عن تخريج لأزمة كانت موجودة عن 2016، حيث كانت وزارة العدل الأمريكية تقاضي أو تحقق في قضية غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يعتقد أنها طالت 4 مليارات دولار. لا يعرف الرقم بالضبط، يتراوح بين مليار وأربعة مليارات دولار حسب المصادر الماليزية. الآن الحكومة الأمريكية أدانت أو طلبت من بعض المؤسسات الأمريكية استضاحات وقدمت هذه الإضاحات مثل بنك سكت. الآن بالنسبة للإمارات يبدو أنها لم تتجاوب خلال السنوات الماضية، على الأقل منذ وصول الحكومة الحالية للسلطة لم تتجاوب مع التحقيقات الماليزية. لذلك يبدو أن هيئة مكافحة الفساد كانت مضطرة للكشف عن هذه المكالمات لكي توصل رسالة لجميع الأطراف المتورطة أن لديها ما يثبت أن هؤلاء المسؤولين ضالعون في عمليات الفساد داخل ماليزيا وخارجها. بالنسبة لهذه القضية بالذات، هناك ابن زوجة نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء السابق يعمل في مجال الأفلام في هوليوود، وكان يبدو على ما هو واضح من المكالمات وما رسب كذلك من التحقيقات والمحاكمات الجارية في ماليزيا أنه استفاد من أموال صندوق السيادي 1MDB لتمويل أفلامه هناك، خاصة فيلم مشهور كلف تقريبا 80 مليار دولار. هذه المبالغ التي مولت فيها الأفلام لم يكن لها مصدر معروف. هنا كان هناك حاجة إلى توقيع اتفاقيات بأثر سابق لكي تبرر من أين جاءت هذه الأموال. ولجأ نجيب عبد الرزاق إلى أصدقائه في الإمارات العربية المتحدة، خاصة الشيخ محمد بن زايد، لإبرام مثل هذه الصفقة. واضح من خلال المحادثات التي جرت بين الطرفين أن هناك تفاهم مشترك حول الموضوع، وأن مسؤول الإماراتي يعي جيدا حقيقة ووضع الشركة ووضع هذه الصفقة التي يتم التحدث عنها، وهي تقريبا صفقة وهمية لتبرير أمام السلطات الأمريكية من أين جاءت هذه الأموال. هناك طرح في المكالمات عنصرين. العنصر الأول هو أن يقدم محمد بن زايد لرضا عزيز وابن زوجة رئيس الوزراء الماليزي هدية، هذه الهدية تكون كافية لتمويل الأفلام أو الفيلم الذي كان يراد تمويله والذي مول في الوقت السابق من أموال مشبوهة. والخيار الثاني هو توقيع اتفاقية بين مؤسسة أو شركة الأبرار التي يرأسها منصور بن زايد شقيق ولي عهد أبو ظبي، وتقوم والعقد بموجبه يتم
يكون تمويل لهذه الصفقات المشبوهة في هوليوود. هنا يتضح أن إذا صدقت كل هذه المعلومات التي عرضتها هيئة مكافحة الفساد، فإن هذه تشكل أرضية وأساس لإدانة كل من رئيس الوزراء وكذلك المسؤولين الأجانب بمن فيهم محمد بن زايد الذي عرض وتوقيع اتفاقيات ووكل حتى هناك شخص اسمه خلدون وكله بالنيابة عنه وتفويضه بشكل كامل ومنحه جميع الصلاحيات لإتمام الصفقة. طيب سامر، يعني في إطار هذه الإدانة الممكنة كما تفضلت وقلت، هل بعد كشف عن هذا التسجيل هل من إجراءات يعني تتبع كشفه؟ هل من تبعات مرتقبة؟ هيئة مكافحة الفساد اليوم قالت إنها سلمت المدعي العام الماليزي هذه التسجيلات هذا اليوم بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته، والمدعي العام قال أنه ينظر في صدقية هذه التسجيلات وقال أنه واضح أن صدقية متوفرة بما لديه والإجراءات تمشي في طريقها عبر المحاكم. هناك قضايا كثيرة جدا متعلقة في الصندوق السيادي والNDB. هذا الجديد، هذه التحقيقات التي كانت تقريبا معظم التحقيقات أقفلت وبدأت المحكمة تنظر في القضايا. الآن هذه إضافة جديدة للمحكمة، خاصة القضاء والمدعين العامين في القضايا وجدوا كما يبدو أن هناك مستندات جديدة يستطيع أن يواصلوا فيها التحقيق وتفريض التحقيق الذي مضى عليه الآن تقريبا 19 شهرا حتى الآن بدون إدانة لأي طرف من الأطراف المتهمة بالفساد الإداري والمالي التي اتهمت به الحكومة السابقة. واضح أن هذه بداية جديدة لمحاكمات قد تطول، ولكن في نفس الوقت قد تسرع من عملية المحاكمة. وهناك من يرى من المحللين السياسيين أن هذه الإضافة قد تجعل المدعي العام يطلب تعجيل البت في القضية وأن لا تطول بشكل كبير جدا، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات مقبلة وعلى تغييرات كثيرة خاصة تتعلق بتسليم السلطة من هاتف محمد وأنور إبراهيم. فهو يريد المدعي العام نعم أن يكون أسرع في هذا وفق المحللين السياسيين هنا في ماليزيا. مدير مكتب الجزيرة سامر علاوي من كوالالمبور، شكرا لك. نتابع في ملف الأزمة بين طهران وواشنطن، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن على بريطانيا أن تغير موقفها من